عقد مجلس امناء معهد البحرين للتنميه السياسيه اجتماعه الثاني برئاسه سعاده الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس المجلس وحضور اعضاء المجلس والمدير التنفيذي للمعهد. وخلال الاجتماع اكد المجلس اهميه التنميه والتوعيه لابناء الوطن وتاهيلهم في الجانب السياسي والديمقراطي بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنيه ويحافظ على القيم الاصيله للمجتمع. منوها بهذا الخصوص بما يقوم به برنامج مسارات وطنيه الذي يسعى لتقديم فعاليات تدريبيه متنوعه لمنتسبي القطاعين العام والخاص